بعد توقف استمر لأكثر من 3 سنوات، عاودت صحيفة حديث المدينة صدورها اليوم بنفس السياسة الإعلامية والإخراج الفني. وأوضح فكري قاسم النشر ورئيس التحرير للصحيفة التي تصدر من مدينة تعز، أوضح إن قرار إعادة صحيفة حديث المدينة مرة أخرى، مشيرا إلى أن توقفها الذي استمر لأكثر من 3 سنوات كان بسبب الأوضاع التي مرت بها اليمن، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي عانت منه المؤسسة. ورحب عدد من الإعلاميين بعودة الصحيفة للصدور من جديد، كونها ستشكل للوسط الإعلامي رافدا جديدا، كون حديث المدينة صحيفة متخصصة بالتقارير الإخبارية والتحقيقات الاستقصائية المثيرة.